ارمي همومك ورا ظهرك، ما تزعل من ايش ما تشوف، ما تخلي الحزن يجرك، واوعى تحس بلحظة خوف. جنونك ما يحك غير ظفرك، اضحك كحكه ما فيك سوف. لو تتعصبن او تتنرفز اياك تخرج عالمقلوب، مش عاوزينك تخسر حالك مهما شفت ومهما جرالك. هالبرنامج هذا كرمالك، طول بالك طول طول بالك. والله يا جماعة يا اخوي، والله بدي مش كل مرة يا هذا منيحة هذي، خذ بالله وزيني هذولا رد عليك. استنى استنى استنى، لا 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 يجيني اياه. ايش فيه؟ بس والله حطوا لي حتى البرجان هذي معهم على البيع يعني عشان انت تاني. وبعدين معاه كل مرة بدك تيجي ها روح روح يلا. طب بس حاجة بس كيلو كيلو البرجان روح روح. والله غالب 10 كيلو تطير روح. طب انا معيش بالدفتر يا عم، فيش فطور عندي في الدار. معك حاسب عليهم؟ لا ما ليش حاسب علي. طب خلص حطهم على فاتورة الزلمة. ها تنفعش كيف يعني؟ يعني الزلمة اللي بحاسب عني وعنه بتحطوا لي حتى البرجان. لا مش معي، بس مش مشكلة. ايه؟ احسب له عليهم؟ ما تحطوا لي حتى البرجان والله هذا. خلص والله حطوا لي كمان حتى البرجان هذا معهم عشان 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 اعرف اكل. طب ما في اسنان اكل تفاح، لو في اسنان اكل تفاح. كيلو ونص قديش في دول؟ ست شيء. ستة تحلل هذا؟ لا خذ هي ستة مني تحلل الزلمة. بخاف امسك المصاري انا يا حاج. لا خذ انت. بخاف امسك البنطلون. انا خلص انت حاسب لي. بخاف امسك البنطلون المصاري انا، بس يوقعوا مني باخذوهم مني. جا اعطيهم للزلمة خليه يشيل عني. خلص خلينا مش قادر اشيل انا. اسمع ايش بدك انت هالقد؟ بدي تعطيني اغراضي وخلص. هاي اغراضك ده، هاي الزلمة الطيب بده يحسب لك عليهم. طب خليه يشيلهم كمان معاه. كيف طبعا. يعني كيف؟ خليه يجيب اياهم عند البوابة. ايه؟ خليه يجيب اياهم عند البوابة. طب خلص روح 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 خلص. انا هحاول اوزع عنك. لا 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 تعملون موجة زبالة. روح وزع عني. بدك تيجي كل يوم للزباين هيك؟ طب ايش يعني؟ هاي وداي الزبون يوم دفع عني، انت دخلك انت. صح ولا لا؟ خلص. اللي هو دخل؟ انت برضه اسلوبك شوي يعني لطف الواحد بالحكي وكذا، الزلمة موظف. هذا موظف مش يعني مش بيت ابوه ولا بيارة ابوه. هاي ما هو المشكلة هذا بعقلوش يعطيك هذا شرعا شرعا ما ينفعش. لا بس شو يعني ريحته طالعة؟ مش ريحته طالعة، بالعكس عجبني انه هو بحافظ على المحل. هو بحافظ على المحل؟ وانت كمان محافظ على الناس كبار في العمر يعني تدفع. انت مش كبير في العمر. انا ساير ابو زبيدة تبع الكاميرا الخفية. مهما شفت ومهما جرالك هالبرنامج هذا كرمالك، طول بالك طول طول بالك طول بالك. هدول خذ وزيني بالله هذا كيس البندوره اللي يد عليك. ايش بدك؟ وزيني هذا البندوره هذا خلي حط لي معها البرجان عشان افطر فيها الصبح. بس 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 يعني ايش بتعمل؟ بعدين انت ثاني الله يرضى عليك. والله ما انا قادر امشي. بعدين معك يا عمي روح روح خلص. بس داخل بس البيت خلص روح روح من هنا. طب داخل خلينا نبيع الزبون. روح قبل ما قل قيمتك. خلص طب اعطيني اسمع خلص. طب بدي البندوره حبيبه. معك حاسب؟ انا من وين معي حاسب انا؟ بس بدي البندوره. ما شفتها في شفتها في الفطور معك هو؟ ايه؟ حطها على الاغراض الزلمه. كيف احطهم على الاغراض؟ حط على الاغراض وخلي بيو بحاسب يعني. انا كيلو بندوره مش مستاهل مع شويه برجان. حطه مع اغراضك معك هو؟ خلص يا حاج روح الله يسهل عليك. بس بدي اياه خليه ادفع حقها بس. هذا يا حاج
روح منها. طب لو حب التفاح مع انا ما عنديش بتنجان. وبدي بتنجان اوديه على الدار عشان يجي مع البندور. ماشي حقي ثاني جاي، بدي احطه غد وبجي. طب والله استنى شوي. يا عمي روح منها. طب اعطيني بس اتحدى اخذ بس حبتين. خلص سيبه بتنجان. سيبه. طب من اللي اشتريته حبتين بتنجان؟ طيب بقيت بخلي يعطيك بس بعد هيك. طب حبتين بتنجان من اللي عملته بس من اللي معاك الله يرضى عليك. بنفع ولا بنفع؟ طب بشوية بس بتنجان مع بندور خليني اكثر في الدار. طب ماشي بعد هيك. طب اعطيني بس شوية. الله يرضى عليك. حط له كيلو. حط له حط له حط له حط له كيلو قد حط له كيلو. اه قد حط له كيلو. احسابه مندوره مندوره مندوره. حط لي محل شوية ركاز. خلاص عاد. ما حتى نفطر فيه الصبح والله ما فيش حدايق بتحدايق يا حدا يفطر لي. تحاسب عنه؟ اه. خلاص حط له اياهم. كل اغراضه؟ حط له اياهم والله. حط له اياهم حط له اياهم والله قال له حط له اياهم يا عيني. هذول حسابهم لحال. انا سيارة بزبيني تبع الكاميرا الخفية. حبيت انصح معاك. البرنامج هذا كرمالك طول بالك طول طول بالك طول بالك. خليه يعطيني كيلو البندوره هذا بس. هيا بدها تدفع للحد حقه يا يا. اسمع ليش بدها؟ هيا الحد بدها تدفع حقه. تعال شوف. هيا بدها تدفع حقه حق البندوره. حطيني البندوره. مين قال؟ اكيد؟ بدي تدفع حقه، هات بس حتتين برجان. يا؟ هات حتتين بالتفاح بس عدين عشان. بنفعش بنفعش. هيا شوي بس. اهدى شوي، طب اهدى. حاسب لك على البندوره. بدي اعمل كذا طب التفاحتين ما هو في فوجة بحط تفاح على السلطة، وفي جديدة بحط تفاح على السلطة. بتطلع بست شيك الآن. ست شيك. تدفعوا عليهم. الله الله يرضى عليك والله يخليكم. تعال هان تعال. بس كانوا الليمون هذا ما ينفعش السلطة، ما ينفعش غير ليمون السلطة. ما ينفعش كثير هذا. كثير عليه. خلص. طب. سيب سيب سيب. روح روح انت خلص خلص روح خلص روح. طب ليش بتجوبني انت؟ ليش بتجوبني لو سمحت؟ روح روح باقي قيمتك. طب اسمع خلص بطلت بديش تاكل سلطه انا. تاكلش سلطه؟ انا بدي اقول لهم بس انه احنا في برنامج كمال خفيه. مهما شفت ومهما جرى العام البرنامج هذا كرمالك طول بالك طول طول بالك. في كمان هنا كمان كاميرات، وفي كمان هنا كاميرا. كل عام وانتم بألف خير. طبعا محمد ممثل معنا سيارة بزبيدة ما شاء الله عنكم. هذا هو كرم البيت الفلسطيني يا جماعة الخير، يعني مش بس زلامنا كمان نسواننا كمان مستعدين ان هم يساعدوا الناس الكبار في السن. بنحكي لكم كل عام وانتم بألف خير من مولى ابو دلال. اهلا وسهلا فيكم ومشكورين كثير. البرنامج هذا كرمالك طول بالك. ايش تعمل ايش تعمل ايش تعمل؟ بقى احط ابو قاسم مع عشان يفطر في الصبح. طيب هات بخير. استغفر الله العظيم. تعال 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 خليك هان خليك هان. طب عند الزلمه خليك خليك عشان انت هودي حسب عنا. هو يوم مش فايت. انا يزعليك يا بقلب ولا بشتي يا بكاي اعطيه ولا كيف؟ احط له اغراضه بندوره وبده برتقال. حط له شويه. حط له البندوره هاي بس خلص. البندوره هاي البندوره. لا بس بدي شويه برتقال عشان تطفيه الصبح الله يزعليك. كيف؟ مهما شفت ومهما جرى العام البرنامج هذا كرمالك طول بالك طول طول بالك طول بالك. اسمع شوف لي هذه البندورة خليني اياها بس شوفها قديش. ايش بتعمل انت؟ شوف لي البندورة هذه خليها. شوف لي البندوره. كان مره اكل مش طردتك انا قبل شوي. الله يرضى عليك والله بدي قاعد ظهري بيجعني بدي اروح افطر فيها. يا عمي ما بينفعش خلينا نبيع الزبون. طيب خلص روح روح انت خلص خلص مش كل مره بدي اعطيك. يا عمي طب خليني على حسابه الزلمه يعني انت عارف. كيف يعني بدك معك هو؟ ايه؟ ادفع لي حقهم هذول الله يخليك والله ما معي كل. روح روح خلص مش كل مره. يلا يلا. كان مرة يجي.
ليك خطرت اللي جنبي. بعدين معك انت الله يسامحك الله يسامحك. حسب عنه يا عم نشف ريق. جارك كيلو بندوره كيلو واحد بس. كيلو واحد بندوره. هاي اللي حاسب هذول اغراضك انت؟ احط بس معهم حتى نشوف احد ولا الله يرضى عليك. لا اله الله يخليك. خذ تعال تعال. استنى شوي استنى 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 خذ خذ قرن الموت هذا افطر فيه الصبح. حبيبي بنفعش يا عمي انت دافع شيء اي زلمه بده تدفع انت دخلت خلص بده يدفع شيء بده يدفع البندوره الزلمه ادفع عني يا عم حاضر يا عم هاي هدول بس هاي بده يدفع الزلمه راجل طيب واضح يا عم حطهم على الزلمه لا حطهم عشان يوصلنا للباب فيهم كمان بدك تقل دمك على الزلمه خلص روح روح خلص بضربك هالقاه تضربني بضربك مش بكفي وقعتني والله اجيب لك كل اخواني خليهم روح جيبهم يلا ماشي جيت جيت بجيب لك اولادي واخوالي ولاد عمي خذ البندوره ويلا روح وكلامي حجيب لك اياهم بدي بدي اخذ البندوره والتفاح والموت طيب الله يخليك اعطيني بعض الليمون هذا عشان انت عارف الليمون غالي يا جماعه خلاص يا تدفع لي حقهم هات وز يا من غير وز مش مستاهله يا عمي والله ما هي مستاهله تدفع انت حقهم يعني حاضر يا عم بدك اياه حاضر اكيد يعني ما هو بلاش ما يعني بدك تدفع عنه اخذ راس ملفوف كمان خذ اللي بدك اياه وراس زهره خذ اللي بدك اياه وحبه بوم اللي خذ اللي بدك اشتري اللي بدك اياه وانا مستعد كل يعني اجيك واخذ كل الخضره كل اللي بدك اياه يا عم واشتري واشتري لبن اب كمان واشتري لبن اب الله اكبر يا عيال هذا برنامج الكاميرا الخفيه انا ثاره بزبيده ترى مش من ضمن المجلس ما بيطلعش من ابو دلال انه يزب حدا احنا طبعا طبعا احنا عاملين الموقف وانت بالف خير احنا ممثلين محمد الشريف طبعا ممثل الزقه هذه كانت بالعمد عشان عشان طبعا كل عام وانت بالف خير يا جماعه الخير طبعا هيك البيت الفلسطيني من الداخل انه بحافظوا على الناس كبار السن وابائنا واجدادنا هيك عودونا و معلش معلش طبعا الموقف اللي عملته انت هذا ممكن ما يتكررش مع ناس كثير هذا طيبة قلب فيك ونخوة البيت الفلسطيني بتبين لنا دائما ودموعك غالية علينا وكل عام وانت بألف ألف خير ظهرك ما تزعل من ايش ما تشوف ما تخلي الحزن يجرك واوعى تحس بلحظه خوف